تواصل وزارة الداخلية جهودها الأمنية في إطار استراتيجيتها الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد. أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 802 عنصراً إجرامياً ومصرع عنصرين شديدي الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، سرقة بالإكراه، سلاح، مخدرات، وضبط معهم 352 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 117 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1230 قطعة سلاح ناري أبرزها رشاش، 157 بندقية و113 بندقية آلية و79 مسدساً و880 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و135 خزينة إضافة ل1670 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 574,364 حكماً قضائياً، من بينهم 2,358 حكم جناية و196,673 حكم حبس و292,732 حكم غرامة و82,601 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 9 تشكيلات عصابية ضموا 28 متهماً قاموا بارتكاب 14 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 80 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 108 متهم وإعادة 10 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 2709 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 3023 متهماً، من بينها أكثر من 584 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يزيد على 2101.5 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 180 كيلوغرام، وضبط ما يزيد على 28 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو إضافة إلى قرابة 80 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 44,706 قرص مؤثر و103,062 قرصة ترامادول مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 99 مليون جنيه. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان. كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 31 مليون جنيه
متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.